ومشاهدينا للحديث أكثر عن هذا الموضوع ويانا الآن من السليمانية الأستاذة الدكتور سيروان خورشيد عميد كلية الهندسة، وأيضا راح يكون ويانا من النجف الأستاذ مساعد الدكتور عمار فاخر الشوكي مدير قسم الأقسام الداخلية في جامعة الكوفة، حتى نشوف سلبيات وإيجابيات السكن الجامعي. يسعد صباحكم، أهلا بكم بصباح دجلة. يسعد صباحكم، أهلا بكم، نورتونا في صباح دجلة. صباح الخير. صباح الخير على حضرتك وعلى متابعيك. صباح الخير للبرنامج والمشاهدين ان شاء الله. اهلا بك. استاذ راح ابلش طبعا نويه استاذ سيروان. استاذ سيروان يسعد صباحك مره ثانيه. حابه اعرف بدايه شلون الطالب يقرر هل يحتاج انه يسكن بالسكن الجامعي او خارج السكن الجامعي؟ صباح الخير مرة ثانية. بالنسبة لنا كجامعة سليمانية إذا ناخذها كحالة خاصة، صراحة أغلبية الطلاب ما يحتاجوا من السكن الجامعي، لأنه هي الجامعة موفرت لهم أقسام داخلية بدون أي تكلفة مادية، هي تتوفر من قبل الجامعة للطلاب اللي يدرسون في جامعة سليمانية على قد طبعا جامعة سليمانية عندها أكثر من كامبس داخل محافظة سليمانية وبالأطراف، فبكل منطقة هم حاط لهم يعني أقسام داخلية تابعة للجامعة. نعم. طيب أستاذ سيروان، شنو إيجابيات وسلبيات السكن الجامعي؟ والله هي السكن الجامعي إذا نأخذ من المنظور اللي موجود تطبق خارج العراق، هي طبعا بالتأكيد بها إيجابيات وبالتأكيد بها قد يكون عدد من السلبيات. احنا داخل العراق صراحة لأنه الأقسام الداخلية يكون بدون أي تكلفة مادية، فمن تكون أنت سكن جامعي فهاي بها تكلفة مادية تكون على الطالب. نعم. فهذا من الممكن يأثر على الناحية المالية. بالإضافة إلى ذلك الجامعات اللي موجودة قد ما تحصل يعني داخل الجامعة أو مناطق قريبة من الجامعة ما تحصل أماكن مناسبة لسكن الطلاب، فهاي راح تكون واحدة من المعوقات صراحة. التنقل بين السكن الجامعي والجامعة إذا ما تكون الجامعة هي توفرها فقد تكون بعيدة، وبسبب أزمة المواصلات وهذه قد يكون الطالب يأثر عليه. بالإضافة إلى ذلك أنه السكن الجامعي إذا ما تكون يعني مدار بصورة جيدة من قبل الجامعة، تدري يعني حسب معلوماتكم أنه هذا الطالب من يجي مثلا لازم يكون عنده وقت محدد للدخول والخروج، بالليل شلون يسيطرون عليه. بالإضافة إلى ذلك أنه السكن الجامعي لازم بيها صراحة صيانة دائمية، لازم يكون الغرف على قد الطلاب اللي موجودين. أكيد فعلا. الطلاب حسب ما بتسكن الجامعي، وإحنا بجامعة سليمانية مطبقي يعني الطلاب يعني نحاول دائما من نفس الكلية، نفس الكلية هي تكون أقسام داخلية تكون من نفس الكلية، يعني مثلا بناية مخصصة لكلية الهندسة، بناية مخصصة لكلية الطب، فهاي تساعد الطلاب صراحة أكثر مما أنه يكون خارج الجامعة. بس خارج الجامعة من الممكن ما تحصلين هيك شيء، لأنه هي تعتمد على الغرف اللي متاحة وعلى مستوى الفلوس اللي تندفع، فتكون أصعب يعني، بس داخل الجامعة تكون هاي أسهل. نعم. طبعا أستاذ سيروان أنت حضرتك تبقى ويانا، راح ننتقل إلى دكتور عمار. دكتور عمار، حابة أسأل حضرتك كمان شنو أبرز التحديات اللي ممكن تواجه طلاب السكن الجامعي؟ تحية لكم وتحية لضيفكم الكريم وتحية لجميع المشاهدين. أهلا بك. بصراحة يعني التحديات اللي موجودة داخل الأقسام الداخلة الله يسلمك، يعني هي قضايا الصيانة وقضايا الخدمات اللي مقدمة للطلبة. طبعا أنا يعني أتكلم معكم، أنا مدير الأقسام الداخلية في جامعة الكوفة. نعم. حيث يبلغ عدد الساكنين الآن في الأقسام الداخلية ما يقارب 3000 طالب، يعني مقسمين على 7 مجمعات، ما يعني كعدد تقريبي انه 1000 طالبه و2000 طالب مقسمين في جميع هاي المجمعات السبعه، هي موجوده داخل المدينه الجامعيه في جامعه الكوفه. فبالتالي الطالب الان اذا ساكن داخل القسم الداخلي فتحركاته للكليه يعني مشيا على الاقدام. طبعا احنا متوفره عندنا باصات، بس أغلبية الطلبة إحنا موجودين داخل بوسط المدينة الجامعية، فتحركاتهم يعني قريبة جدا على، وتدرين إنه قضية الدراسة والوقت الدراسة إحنا هنا. نعم. يعني المجمعات مقسميها حسب الكليات، يعني مثلا على سبيل المثال يكون مجمع الخامس هو المهندسين، مجمع مثلا الرابع للأطباء. فبالتالي يعني أعتقد إن شاء الله ماكو أي صعوبات بالموضوع، والأمور ماشية يعني بما يحتاجها الطالب ان شاء الله. نعم. طيب استاذ عمار، همين حابه اعرف من عندك، احنا ذكرنا مجموعه من التحديات، هذه التحديات برايك يعني يواجهها الشباب اكثر لو البنات؟
والله هي يعني انا احكي انه بجامعه الكوفه احنا اكفه خصوصيه بصراحه للطالبات بناتنا. احنا عندنا مثلا الاقسام الداخليه اللي تعليمات الوزاره انه الطالبه تدخل الاقسام الداخليه مثلا الساعه بالخمسة العصر ينتهي بعد الخروج. أي. بينما اذا كان الطالب ساكن خارج الجامعه فهو الى مطلق الحريه الدخول او الخروج. لكن انه الطالب اذا قرر يسكن داخل الجامعه فبالتالي يكون يلتزم بالتعليمات الوزاريه اللي احنا موجوده، مثلا انه اذا كان بالنسبه للعنصر النسوي مثلا احنا البوابات تغلق الساعه بالخمسة. طبعا احنا البنايات اللي مخصصه للطالبات هن مجمعات اثنين، طبعا بها كافتيريا وبها كافه الخدمات اللي تحتاجها الطالبه. نعم. زين. طب اما بالنسبه للطلبه لا شويه كليرنس اكثر، انه دخول وخروجهم للطلبه بس هم محددين في وقت معين. نعم. طبعا انتم حضرتكم حكيتوا على قضايا الصيانه والتفاصيل الاخرى، يعني احنا العدد كبير جدا الطلبه ما يقارب 3000 طالب. بس احنا ان شاء الله يعني الفرق الصيانه وفرق الخدمات يعني على اهبه الاستعداد انه لتقديم الخدمه لابنائنا الطلبه ان شاء الله. طبعا إن شاء الله. يعني مختلف المحافظات عندنا من الشمال الى الجنوب، بالاضافه الى انه الاستجد الجديد اللي صار خلال هاي السنه انه برنامج ادرس في العراق، حيث يوجد طلبه من خارج العراق، يعني اكو طلبه مثلا يمنيين او طالبات ايرانيات موجودات الان من ضمن السكن الجامعي موجودات داخل الأقسام الداخلية في جامعة الكوف. نعم طبعا أستاذ عمار حضرتك راح تبقى ويانا، ننتقل إلى أستاذ سيروان. أستاذ سيروان، من اللي يوفر خصوصية أكثر للطالب، السكن الجامعي لو السكن خارج الجامعة؟ والله هي صراحة السكن الجامعي توفر خصوصية أحسن، يعني لأنه يعني سكن خارج الجامعة تدخل بها تحديات، تدخل بها عوامل أخرى خارج سلطة الطالب والعائلة الطالب، بس هنا الجامعة لأنه هي تدار من قبل الجامعة. مثل ما تفضل ضيفكم الكريم، احنا من الجامعة السليمانية عندنا حوالي 7000 طالب وطالبة، فالسيطرة عليهم يكون أحسن، والأمور يعني التحديات اللي تواجههم تكون أقل صراحة، لأن أغلبية الشغلات اللي محتاجة يوميا راح تكون متوفرة داخل الأقسام الداخلية. نعم. طيب همنا يعني أستاذ سيروان حابة أعرف من عندك، ليش اليوم يعني سكن الجامعي يفرضون يعني خلينا نقول شوية قوانين صعبة تكون على الطلاب، بحيث أن هم بعض الطلاب أنه يفضلون أن هم يطلعون خارج يعني السكن الجامعي، وليش أصلا يحطون هذه القوانين؟ والله هي صراحة هي مو فرض قوانين، هي شلون تقول هي تجربة البيت تنقل إلى داخل الجامعة. نعم. شلون احنا بالبيوت مالتنا عندنا قوانين خاصة تدار لبيوتنا، فهي نفس القوانين تدار داخل الجامعة، فالجامعة راح تكون مثلا أنت العائلة مالتك متكلفة من مثلا خلينا ناخذ عمارة بحدود 600 إلى 700 طالب موجود به. نعم. فأكيد هذا ما راح يخدم كلهم، بس راح يخدم الأغلبية واللي هي صحيحة يعني، فالطالب يحتاج أنه يكون في وقت معين في داخل الجامعة وفي داخل السكن الجامعي، وفي وقت معين يكون الخدمات اللي يحتاجها راح يكون متوفرة، راح يكون أكثر. يعني مثلا أنت تعرفين حضرتك عموم العراق كلها، مثلا واحدة من المشاكل اللي تواجه العراق هي المشاكل الكهرباء، بس هي بداخل الجامعة سواء كان خارج الجامعة مستحيل يحصل هذا الدعم الموجود، بينما داخل الجامعة 24 ساعة الكهرباء موجودة، المي موجود. نعم. الخدمات الأخرى الكافتريات هذه، السكن داخل الجامعة ممكن يستفاد من الأمور الأخرى الترفيهية اللي هي الرياضية هذه داخل الجامعة تكون موجودة، بينما من خارج الجامعة ما راح يكون هذه موجودة. فبالتأكيد أكو قوانين تشملهم لأنهم داخل الحرم الجامعي حسب القوانين والضوابط اللي موجودة، فبالتأكيد من يكون خارج الجامعة في بناية محددة ما راح يكون هذا موجود. نعم أستاذ سيروان، راح ننتقل إلى أستاذ عمار. أستاذ عمار، إحنا يمكن تحدثنا بشكل عام عن السكن الجامعي، لكن خلينا نتحدث تحديدا عن السكن الجامعي في العراق. هل هو بالمستوى المطلوب؟ هل يوفر الأجواء اللي يحتاجها فعلا الطالب ويلبي كل احتياجاته؟ والله يعني بصراحة يعني أنا أسولف عن الأقسام الداخلية في جامعة الكوفة، يعني يعني أشياء ترفيهية مثلا ساحات خماسية، قاعات رياضية، قاعات للمطالعة، بالإضافة مثل ما ضاف ضيفنا الكريم إحنا تقريبا إحنا ذلنا 7 مجمعات مجهزة ب 11 مولدة، ويعني الكهرباء تقريبا خلال يعني متوفرة خلال التشغيل الشتوي، ف
فبالطالب مهيئ الى كل الامور اللي يحتاجها. طبعا هذا بالاضافه انه من تبدي تحتر الدنيا فالغرف كلها مجهزه باجهزه تبريد وكل الامور اللي يحتاجها الطالب يعني تكون مهيئه له. نعم زين. نعم. طيب استاذ عمار شو النصيحه اللي تقولها لكل الطلاب طبعاً اللي حابين يعني يروحون لسكن جامعي او شلون يسافرون وتشجعهم على هذا الشيء ان هم يحققون حلمهم حتى اذا كان يعني خارج العراق، شو النصيحه اللي تنطيها لهم؟ والست هي احنا يعني حسب يعني علمكم انه طبعا تقريبا الاقسام الداخليه في داخل العراق يعني اشبه بالمجانيه، يعني تقريبا الطالب اول ما يجي يسجل يدفع رسم مقداره 30,000 فقط ويبقى مده سنه كامله الى ان يخلص الامتحانات الفاينل وبعدين ينسحب الاهله. فكل الامور اللي يحتاجها الطالب يعني بشكل عام مثلا هو عايش اول شيء ويا الزملاء الاكاديميين، يعني مثلا ان كانوا مهندسين فراح يكون داخل المجمع كلهم مهندسين فراح يكون متواصل ويا الطلبه اللي هم اكبر من عنده واللي اصغر من عنده. وطبعا احنا خلال الايام اللي مضت انهينا من تسكين طلبه المرحله الاولى، يعني الان باشروا بالدراسه الاكاديميه والان هم موجودين يعني بشكل عام والامور ماشيه ماكو اي مشكله. الحمد لله. نعم. طبعا نتمنى لهم كل التوفيق يعني ان شاء الله. احنا نشكرك أكيد. جدا شكرا لك، شكرا لوجودك ويانا، وايضا استاذ شيروان همينا من السليمانيه شكرا لك. شكرا. نورتنا. شكرا لكم. شكرا لكم. شكرا لكم. شكرا لك. شكرا جزيلا لكم.